بدأت في فيينا أعمال معرض دي بريسا شاو، وهو المعرض الذي يقدم نفسه على أنه معرض الرفاهية والأشياء الجميلة في الحياة. يتضمن المعرض باقة متفردة من أغلى الساعات والمجوهرات وعروض السفر على مساحة تزيد أكثر من 5000 متر مربع. وقد أبدى آلاف الزوار إعجابهم بالمعرض، حيث تعرفوا على أرقى موديلات الساعات وأحدث التصاميم ووجهات السفر الأكثر إغراء. وقال منظم المعرض أن المعروضات لا تركز فقط على إظهار أحدث الابتكارات، ولكن تركز أيضا على مستويات الجودة المرتفعة. كما يقول منظم المعرض الذي يعرف باسم دي بريسا أو الصحافة، أنه فرصة لجمع الأشياء الجميلة معا في مكان واحد. Schüler, die bei uns in die Schule gehen, wo die Mechatronikabteilung auch mit dabei ist, ungefähr 28 bis 30 Lehrer. ولم يغب العالم العربي عن حضور هذا المعرض المتميز بوجود جناح متفرد للترويج للسياحة في تونس والتعريف بفرص السفر.